فوريفر اللي هي الوي باربر دينسيس ميلر. هاد النبته اللي ما شاء الله هاد النبته اللي تبارك الله ما شاء الله غنيه غنيه، نبته طبيعيه، نبته اللي كاينه منذ الاف السنين مع هاد الفراعنه. عشرات كليوباترا احتفظت بالجمال ديالها، احتفظت باشياء كثيره، عطتها لنا طبيعه غنيه فيها انزيمات، فيها مضادات الاكسده، 12 حمض اميني، 12 فيتامين و20 معدن، وفيها عاد مركبات واحدة أخرى اللي كتعطيها واحد ميت العنصر المغذي. فالأنزيمات كترطب لنا الجلد وتقوية المناعة، كتعطيها لنا مضادات الأكسدة، والأحماض الأمينية كتكون لنا مسهلة للهضم وكتعطينا بون ديجيستيون، و12 فيتامين كطهر لنا الجسم وعطينا بشرة جيدة، مع 20 معدن اللي هو مجدد الخلايا. لهذا حنا جبنا لكم باربرا دينسيس ميلر، النبتة الرئيسية للرائد الوحيد العالمي هي فوريفر، للمقر ديالها في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي حنا كنشوفوا دابا المقر ديالها في احسن مكان. كنعرفوا حنا فيلم دالاس، تنشوفوا هذه البلاصه كتفكرنا فيلم دالاس، لان هنا فين كان دار الفيلم ديال دالاس الامريكي. فحتى حنا عندنا مقر ديالنا في شركه فوريفر في احسن شارع محمد السادس بطريق زعير، اللي عندنا فيه ستاف رائع، فيه ناس رائعين، فيه كل ما تتخيل من منتجات، من استقبال، من المعرفه. فهذا الستاف هذا وهاد السياج هذا الداخل ديالو كيحمل الجنه بالنسبه لنا حنا، لان حنا عشنا هاد الناس وعرفناهم. فكيف كنشوفوا هنايا راه كاينه اكثر 160 دولار اللي هي حتى هي في احسن الاماكن، احسن العواصم. ففوريفر، فوريفر هي الرائد العالمي بزرع الالويفيرا. فكي تزرعها كطلب لنا واحد الجو حراره بالنهار وبروده بالليل، كتمتص هي الرطوبه، كدير واحد الزهره اللي كتعطينا واحد الخير، واحد الجماليه رائعه بزاف. فهاد النبته كتبغي الرعايه، هاد النبته كتبغي اللي تهلا فيها، هاد النبته لانها كتعطي بزاف، وهذاك دوك الخصائص اللي فيها فهي اللي كتعطي الجسم ديالنا، فهي بحالها بحال جسم الانسان. هذوك الفيتامين، الاملاح المعدنيه، كل شيء اللي فيها هي كيصلح الجسم ديالنا. لهذا انا كنسميها الغبار ديالنا، الشيء اللي كيخلينا نتمتع بصحه جيده ملي كناخذوا للويفيرا، وكتعوض لنا النقص اللي عندنا. ففي نفس الوقت كاينه معامل وحدات تصنيع جد متطوره، كاين خبراء اللي كيسهروا عليها، كاين خبراء اللي كيحاولوا يوجدوها لنا بواحد الكيفيه، مع كثير من الاعشاب، كثير من الفواكه اللي باش كنديروا حنا، كاين مواد لشي تيكون شي. فاحنا عندنا شهاده حلال، حنا كدوله اسلاميه كنهتموا اننا تكون عندنا شهاده حلال، عندنا سيكسيفي على اننا عندنا الالويفيرا بامتياز، وعندنا نو غلوتان. كنعرفوا هناك الناس اللي مساكن التغذيه ديالهم ما تيقدوش يديروها كامله لانهم تيخافوا من الغلوتان، لانهم تيعانيوا مشاكل كثيره. وعندنا كذلك اشياء كثيره من شواهد الايزو، والاحسن والاجود واللي حنا كنعترفوا بها وتنعرفوها مهمه بزاف، وبزاف الناس كيتسالوا عليها، وهي شهاده وزاره الصحه اللي كتخلي هذا المنتج يروج، لان لا مضاعفه له، تنديروها بغميض العينين، الى ما نفعتنا ما ضرناش. هذه هي الالويفيرا. فاحنا جبنا لكم هنا واحد برنامج الراحه اليوميه لو بيانات. كي تنعرفوا ماشي حتى المرضوا عاد نقلبوا على الطبيب، ماشي حتى المرضوا عاد نقلبوا على الدونتيست، نقلبوا على الكارديو، نقلبوا على مول الكلاوي. خصنا نتهلاو في صحتنا، لان صحتنا كتستاهل تكون مزيانه، وتستاهل نعيشوا حتى حنا براحه. فنتعرفوا على اول منتج اللي هو لو بيدون صفر ديال فوريفر، واللي كنسميوه حنا طبيب عام، طبيب عام اذا راه كيستعمل اي حاجه. فهاد الالويفيرا اللي نتوما كتشوفوها بيدو، حنا كنشوفوها كانها نبته غصن، طرف من الالويفيرا الداخل فيه. فاكيد فيه براعة الاختراع باش يبقى ستيريليزي ويجينا بهذه الطريقه، هذه بطريقه مبرده، يعني كيطلب شي حاجه، شي اختراع كثير. فهو مقوي المناعه، وكنعرف على انك تقوي الجهاز الهضمي وكطرد السموم، لان هي طارده للسموم، فهي ستحيد الدهون، كتحرق الدهون، فيها مضادات الاكسده اللي كطهرنا الجسم، كتنشط لنا الدوره الدمويه. فكنعرفوا مضادات الاكسده الا كانت في واحد النبته كثيره، فهي كتحاول ترفع لنا المناعه، كتحاول تحارب لنا الشيخوخه، كتهربها علينا، نقدو على شحال، كلشي غادي يشيخ، كلشي غادي
كبر، ولكن الا جات بواحد المده كبيره ناخروها، راه ماشي ضروري تكون عندك 80 سنه وتكون نيت عندك الخرف وعندك العجز، لا 80 سنه وانت كتمتع بصحه جيده. فلا الوفيرات خلينا نعيشوا هذا الامتياز بهذا 25 عنصر المغذي اللي فيها، بهذا 20 معدن، بهذا 12 فيتامين، بهذا 18 حمض اميني، بهال 200 من الانزيمات المنشطه. الحمد لله عندنا لو بيدون اخر اللي هو كنسميه بيدون جهاز تناسلي، بحيث هذا البيدون هذا توا فيه تقريبا 90% ديال الوفيرا، فيه التفاح الكومبيرج، فيه التوت البرغي، فهو تيحاول يحفظنا على البشره حيت كيخدم لنا لي زغمون على لي فيتامين اللي كتهتم لنا البشره وتعطينا النضاره في البشره ديالنا، عطينا لا كولاجين، فهو كيصفي الكبده. كنعرفوا الكبده هي اكبر مصفي واللي كيدير لو ديتوكس في الجسم ديالنا هي الكبده، والكلاوي وكذلك هي واحد الاعضاء اللي هي فخيفول وصعيبه انها تقاس لنا ولا تضر لنا، ولانه تيتعاملنا مع المسالك البوليه والجهاز التناسلي. فهناك اناس كثار النساء اللي كيجيهم لقطه ديال الياس، سي الياس كينقص عندهم لي فيتامين، تينقص عندهم خصائص كثيره في الجسم ديالهم. فحتى الحمد لله بيري اللي كيحاول يعوض، يحاول يقادنا الدوره الدمويه الشهريه، واللي انا عندي تجربه مع البنت ديالي اللي كانت عندها مشكله بزاف، والحمد لله حلتنا هذه المشكله هذه، كما انه تنظفنا الرحم وتنظف البروستات بالنسبه للرجال. وعندنا لو بروبي هو لو بروبيوتيك اللي كيحسن لنا عمليه الامتصاص، الجهاز الهضمي فيه 8 مليارات بكتيريا نافعه، وفيه 6 انواع من البكتيريا النافعه. تصور عندنا جهاز هضمي متدمر مضرور، باش غادي نقيوه؟ اذا غادي نجيبوا له واحد البكتيريا النافعه اللي فيها البروبيوتيك والبريبيوتيك، اللي هي كتحسن الجهاز الهضمي، واللي هنا كتخلصنا من الدهون ومن الغازات ومن الانتفاخات، وتتولي عندنا واحد عمليه هضم سريعه ومزيانه وصالحه، لان راه حنا ملي كناخذوه وهو تينظف لنا، ملي كندخلو من الفم ديالنا وهو كينظف لنا حتى كيجينا للمعده، لان المعده هي بيت الداء كي تنعرفوها، وكيف تيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم دواؤكم غذاؤكم غذاؤكم دواؤكم، لان الا صفينا الغذاء ديالنا وصفينا الجهاز المناعي ديالنا قويناه من المعده، الحمد لله ما تنخافوا من حتى شي حاجه. وعندنا فيلسوف جرين، فيلسوف جرين هو كيحسن عمليه الهضم. هاد فيلسوف جرين اللي حنا كنا تنسميوها تلبينه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي فيها تقريبا العسل الطبيعي، فيه فليفله الحاره ديال الفليفله ديال الحاره ديال الحريف، وفيه اوراق الشعير، فيه اوراق القمح، وفيه اوراق البرسيم. هادو كلهم هاد المكونات كتعطينا معادن، هاد المكونات كتحرق لنا الدهون والكيلوهيدرات، هاد المكونات كتحسن لنا السكر في الدم، لان كنعرفوا الانسولين الا كان طالع لنا في الدم فهذا كيمتصوا لنا وتيريكليه لنا، وكاين بزاف ديال الناس ديال الامراض السكر اللي كيحاولوا يعاونوا راسهم بهذا المنتج هذا باش كنقدوا يوصلوا لواحد النتيجه مزيانه مع الدواء الطبيب اكيد. فهو غني بالمعادن كي تنقولوا، الفيتامينات ومضادات الاكسده، وحنا لي فام تناخذوه بزاف لان كنكونوا حنا محتاجين مع الدوره الدمويه الدوره الشهريه اللي كتجينا، كنكونوا حنا محتاجين التعويض بالمعادن اللي كيخرجوا لينا كيصفي البشره، كيعطينا عمل اللي حنا كنعتبروه العقل الثاني في جسم الانسان. فالمصران الكبير مهم انه يكون نقي باش دوك الشعيرات كيكونوا خفافين ويكون عندنا امتصاص، ونعرفوا على ان راه الا خدينا شي حاجه كتوصل لبلاصتها. عندنا لابسوربونسي، واو لابسوربونسي اللي هاد لا فيتامين هذا اللي رائع بزاف، خصوصا لابسوربونسي ديال فوريفار اللي كيعطينا كل حبه كتمتاز بواحد لا فيتامين سي. لا فيتامين سي كاين جوج اشكال، كاين حتى القشره ديال لا فيتامين سي، فهي فيها العسل، فيها الشوفان، فيها البرتقال، فيها البابايا، لان تعتبر البابايا اغنى فاكهه بلا فيتامين سي. لا فيتامين سي حنا ما كيفرزوش لنا الجسم ديالنا، على عكس الحيوانات كيتفرز الجسم ديالهم لا فيتامين سي، فهو تيحمينا من الفيروسات، فهو ضد الاكسده. ف
دايرين درتو فوغيفر بقى لاصق لينا في المعده ديالنا، اون فوا تنديرو اون انرجي واحد لافور تيعاود يجينا في لابسوربون سي لا فيتامين سي كتعاود تلقو لنا، لان الشوفان تيمتصو تيبقى لاصقنا في جدار المعده باش يقدو وقت ما درنا شي حركه الوقت ما احتاجيناه كيعطينا ديال 24 ساعه. على عكس كاين هناك هذا فيتامين سي اللي كيقدو الانسان ياخذو تيقدر حاشاكم غير كنديرو بيبي تيقدر يمشي لينا، فهذا كنحتفظو به في الجسم ديالنا. فكنقولو على انه مهم للبشره، كيحيد المتاعب المركبه، كيعوض لنا الكولاجين في الخلايا، كيحافظنا على صحه الانسجه الضامه للعظام والغضاريف والدم، فاشياء كثيره. فلا فيتامين سي خصو حلقه بوحده، لان لا فيتامين سي كنقدو نعالجو به لي كونسير. كنقدو عندنا واحد السيد كان عالج البنت ديالو من الحصبه بلا فيتامين سي على حسب لي دوغري. لا فيتامين سي اللي هو ضروري للجسم ديالنا، ولا فيتامين سي ديال فوريفر كنفتخروا به، لانه كيساعدنا كيساعد زيت الامتصاص وتيخفض لنا نسبه الكوليسترول في الدم وتيشجعنا على الدوره الدمويه وكيعطينا واحد انرجي لل ديالنا. اللي راح اكثر نتفضل هنايا معنا واحد تيمونياج ديال السي شفيق. سي ياسين، ممكن تجربه ديال السي شفيق؟ وي، السلام عليكم. شكرا اختي نادرة، مرحبا سيدي. اختك انا ملي بديتي وانا متبع معك داكشي عندك شيق، تبارك الله عليك. نشكركم على الاستضافه ديال اليوم باش نتقاسم معكم التجربه اللي دازت عندي، اللي كانت هي تجربه رائعه الحمد لله. اولا معكم شفيق من فرنسا. دونك التجربه ديالي كما تنعرفوا، يعني الانسان فاش يكون نهار الاول تيكون سبورتيف تيكون الحمد لله كتكون عنده واحد الصحه جيده، اللي هي ديما كنهضروا على قضيه سواء الماكله ولا شرب الماء كما قلتي يا الاخت نادره، متفق معك. الانسان فاش كيدير السبور وكيكون مثلا سبورتيف وكيقطع السبور، كيفاش كيحبس السبور يعني كيولي كارثه كما كنشوفوا. ماشي غير كنهضر على راسي، كنهضر على راسي ديجا، وكنهضر حتى على يعني الابطال اللي كانوا رحنا تنعرفوهم، ابطال اللي قطعوا السبور، ويعني كيفاش فاضوا يعني المونك ديال السبور وكبقاو غير ناكلوا ناكلوا. داكشي اللي وقع لي حتى انا بحكم كنت سبورتيف، فاش حبست يعني فض، يعني بقيت غير الماكله والنعاس، الماكله والنعاس، ميم الماكله ما كنعرفش ناكل كيفاش. القضيه ديال ناكل ديك ماتا ميدي سواغ ما كنعرفلهاش، يعني غاديين كناكلوا جايين كناكلوا غاديين كناكلوا بدون جدوى، يعني حتى صدقت كارثه. دونك فاش نقول لك، يعني وليت واحد الوزن اللي كثر عندي خلال هذيك الماكله اللي ما كنعرفوش ناكلو، ما كنعرفوش شنو كناكلو ديجا على باز، بقيت هكاك يعني غلاضيت وليت كارثه. دونك فاش ولاو عندي واحد الاعراض، شنو هما الاعراض اللي وليت عندي في المشاكل، لا بالنسبه للخدمه ديالي بحكم خدمتي انا يعني تنكون واقف ولا عندي شويه ديال التماره ولا هذا، مي كنلقيت مشاكل في الخدمه ديالي. ميم صباطي ما بقيتش كنقدر باش نهبط ليه ونحزم السيور ديالو ولا التقاشر، خصني نجلس ونحط رجلي فوق صداري، واحد الكارثه. المهم اللي غليظ راه عارف هاد الامور هذه، ولا كيعيط على ولده باش يلبس ليه التقاشر ولا يعقد ليه السيور. دونك درت جميع المحاولات باش درت السبور، عاود كنولي نعاود السبور. انسان فاش يبدا يكبر شويه راه كيولي ماشي السبور ديال فاش كيكون باقي جون ولا مازال صغير، معيت في السبور مي بدون جدوى، كتنقص شويه وتولي عاوتاني تطلع، ممكن اتعاب وكاين تماره. حتى لواحد النهار يعني تعرفت على البرودوي ديال اللي كيتسمى ديتوكس سيناف. بديت كنقول واش بصح، انه بحكم بديت كنقلب سوغ انترنيت، بديت كنقلب على طريق المواصلات وداك الشيء، لقيت بان التجارب ديال الناس طيحوا تبارك الله، كل واحد شنو نقص شنو دار شنو دار. مي لقيت واحد الحاجه اللي هي زوينه لقيتها في الديتوكس، ماشي غير مثلا طيحت فيه الوزن. انا الحمد لله فاش درتو ودرت البروغرام عن بواحد جديه، واحد تبعت البروغرام كما هو كما ينبغي في الطريقه ديال 9 ايام، دونك الحمد لله استطاع باش نطيح 6 كيلو و700 غرام بالحساب. يعني ما يعني العقل ما تيتقبلهاش فاش كدير داك البروغرام. وحاجه واحده اخرى اللي هي كان عندي من الاعراض اللي كنت تنشكي منها يوميا، هو بحكم فاش غلاضيت وكذا تيوليو عندنا بزاف ديال الاعراض، منهم ديجا يعني كتجيك بحال الضيقه، تولي عندك الاليرجي، يعني ولا كانوا الناس ينعسوا بالليل وانا كنبدا كندور في الصالون بحال الحمق
في الصالون بحال الحمق عاتي كنحل الشراجم كتجيني عاتي واحد بحال التنفس ما كيبقاش عندي كنبقى نحل الشراجم باش نتنفس يعني بدون جدوى كلشي ناعس كلشي هذا وانا الجوج ثلاثة الصباح انا مازال فايق ما كيبغيش يديك الناس كتجيك بحال شي واحد تيقجك مي الحمد لله فاش درت هذاك ديتوكس اللهم لك الحمد الي ومن هذا وليت كنعس مرتاح ولات عندي الاليرجيك نقصات ليا ما بقاتش كما كنت يعني النيف ديالي كان ديما مسدود كان ما كنقدرش ريسبيري ما كنقدرش يعني بزاف ديال الاعراض اللي كانوا عندي من طريقه هذيك القضيه نتاع الغلد ولا السمنه كما تنقولوا والشحمه فاش كتكثر بالحمد لله بطريقه يعني غراسا هذاك البرودوي الحمد لله ربي سبحانه وتعالى عطانا هذيك النبته المعجزه كما تنقولوا اللهم لك الحمد يعني ولاو عندي ماكوش عندي الاعراض كاملين وليت كنعس مرتاح وليت كنريسبيري مزيان الحمد لله لاطاي ديالي تقادات ما بقاش عندي هذيك الكرش خارجه ما بقاش عندي لا غريس ما بقاش عندي بزاف ديال الاعراض الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى بفضله وفضل هذيك النبته وتنشكر الناس اللي استطاعوا وداروا هذاك الباك خرجوه لينا وعطاوه لينا يعني نعمه وتنشكر الناس اللي كانوا سبب لا تمجد كذا اللي كانوا سبب باش كيفرقوا لنا هذا الخير هذا وتنشكركم جميع جزيل الشكر اختي نديره وتنشكر كاع الناس اللي كيسهروا على هذا الخير اللي كتوصلوا لنا والعلي اختكم وتبارك الله عليكم وتنتمنى الانسان كلشي المشاهدين يكونوا استفدوا من التجربه ديالي وتبارك الله عليكم وليتكم سعيد بارك الله عليك في تصفيق المزيان الفرنسيات تنشكرك على التجربه ديالك وكيقول لك هو راه الاشارات كما تبوني انا التجربه ديالي لان حنا كي كنعرفوا خصنا نتجرب عاد يقدر يهضر اكيد السمنه هي مشكل وعدم موازنه الرياضه هي اكبر مشكل بارك الله عليك في تصفيق لا اختكم مرحبا سيدي عندنا تنشيط عندنا هو الثومه والزعتر فاحنا دائما كنعرفوا على ان الثومه من قديم الزمن انها مضاد حيوي كنديروها للبرد ضربنا البرد كنديروها كنديروها للدراري كنشويوها وكناكلوها يعني كنعرفوا اش كدير وكنقلوا عاوتاني على الزعتره اللي هي كتطلع الطونسيون الثومه كتهبط الطونسيون فهاد جوج ملي كيتصالطوا بجوج مع هاد المنتجات اللي كاينه ففيها الخروب والشمع العسل وزيت الكانولا والزعتر والثوم فكيعطيونا واحد اندماج ديال واحد المنتجات اللي ما شاء الله كيصحيو لنا الصحه القلب والتوعيه الدمويه وتنشطوا لنا وتحافظوا لنا على الجهاز ديالنا وتنظموا لنا الكوليسترول والضغط ديال الدم وتعطونا حمايه من الربو والتهاب الشعب الرئويه ونزلات البرد المزمنه فأنتنا كنصحوا به الناس اللي عندهم الحساسية والناس اللي عندهم كذبهم البرد بزاف والناس اللي عندهم مشاكل في الضغط الدم طونسيون فمن كنسمعوا حنا كنعرفوا الأوعية الدموية إذا كنعرفوا أن الطونسيون وكنعرفوا تدفق الدم وكنعرفوا أن مهمة للرجال بالنسبة للرغبة فهنا كثر هي السموم من الجسم وكتسهل عملية الهضم وكذلك كثر الديدان النعوية اللي كتجينا مع الماكلة ومع الفواكه اللي كنديروها مختصه مغسوله مزيان فاكيد يوم على غدا كتعدنا له الثانيه كيعدنا له الكاريز انواع اللي تقدر تعيش لنا في المعده ديالنا كذلك كتحتوي على مضادات الحيويه الطبيعيه واللي كنصح بها الناس كاملين يجربوها لان لي برودوي ديالنا الا ما نفعوك ما تيضروك ومرخصين عندنا واحد البيدون اخر اللي هو بيدون الخوخ اللي هذا الخوخ 91% اكثر من 91% ديال الوزيرة هو نفس الخصائص فهي فيها مضادات الالتهاب هي غنيه بالفيتامينات اللي كتحتفظ لنا على الجهاز المناعي ديالنا وضد الاكسده وهي لوبو ديالها ديال الخوخ اللي مجفف بالشمس هو اللي كيعطيها واحد الفائده اننا كنقدروا نعالجوا بها الجهاز التنفسي ديالنا فهذا انا كنسميه طبيب جهاز تنفسي ومن بين الخصائص اللي عنده انه يحاول يحل فاحنا كنعرفوا الاطفال ديالنا دابا شكون اللي دوك ياكل البصلات ياكل البروكولي ياكل المخور ما تياكلش هاد الخضار مصاب غير دير له بطاطا وشويه الفرماج ويقبلها لك حنا كنعرفوا ولادنا ما تياكلوش مزيان فملي كنعطيهم هاد البيدون
كنحي انواع فيتامينات واملاح معادن وكل شيء. فانا وليداتي الحمد لله كنعطيهم وانا مطمئنه، ما يهمنيش اش طيب لهم، ما يهمنيش شنو كلا، ولكن كيهمني ياخذ المنتجات ديالو، لان احنا ما تعيش كتدخل لينا في الثقافه ديالنا، كتخلينا كيفاش نحتفظوا على وطننا وكيفاش يمكن لنا نكونوا حنا ناس مع وليداتنا صحه جيده. وكذلك فيها فيتامين سي اللي كيعطينا البرد، كيعطينا التدفئه بالنسبه للناس اللي كيبردوا، بالنسبه للدراري اللي كتجيهم اللي كيبردوا بزاف، وحتى الناس الكبار، لان حنا كنصحوا بالزاي الصغار والكبار. عندنا منتج اخر اللي هما ديال لي برودوي دوغيج، البرودوي دوغيج اللي عندنا فيه البيكولين، فيه لا جولي رويال، وفيه البروبوليس. فهذا الغذاء الملكة النحل، وهو فيه عسل طبيعي وحبوب اللقاح اللي تبارك الله كيزيدنا المناعه. وحنا دائما المشكل اللي عندنا دابا حاليا هنا في المغرب ولا في العالم هي فقدان المناعه. الناس كيخافوا دابا، كلشي كيجري على المناعه ديالو، لكن الا كنا كناخذوا هذه المنتجات وكناخذوا للوزاره وتنعزوا المناعه ديالنا طبيعي، ما نخافوش الحمد لله. واخا يقدر يجينا لو فيروس غير جينا بشي حاجه خفيفه، لان عندنا اللي غيطاكيه، عندنا حنا غنيين، المناعه ديالنا غنيه وعندها ما تعطي. فهذا كيدعم لنا الجسم، فيه 25 معدن، 20 فيتامين واحماض امينيه. فملي كنقولوا الاحماض امينيه راه حنا كنهضروا على المناعه الطبيعيه في الجسم وفي الدم ديالنا، واللي كيحارب مشاكل الدم والصفار. فهاد البيكولين رائع بزاف بالنسبه للنساء اللي عندهم مشاكل في المتانه وحرق البوله، بالنسبه للرجال اللي عندهم البروستات، وكتعطينا الدوره الدمويه لان غنيه معادن، شيء اللي كيعطينا تنفعنا مع الناس في اليوم. لي فام اللي كيجيهم السمنيع، لي فام اللي عندهم لي غوات، لي فام اللي عندها الغدد، واحد الغده كتحيد بزاف، مهم بزاف البيكولين، وتيحل الشهيه كذلك، كنعطيو حتى للاطفال والناس اللي بغاو ينزلوا الوزن. وهنا هي كانت ان كينظم الدوره الدمويه، وتيعطينا واحد الفيتامين، واحد الليونه في الجسم ديالنا، وكيحافظ على علامات. مدام نظيره كتسمعيني؟ مدام نظيره الوغ في انتظار تكون معنا مدام نظيره، يمكن شي مشكل عندها في التغطيه. مدام نظيره تفضلي. الوغ طبيعة الحال في انتظار ان مدام نظيرة ان شاء الله تبارطاجي معنا الديابو، لكن الكلمة مدام كنظن الامور مزيان عندك. ما كنسمعوكش يا مدام، اكتيفي الصوت من عندك. الوغ بطبيعة الحال تكلمت مدام نظيرة على مجموعة ديال المنتجات، تكلمت على الفوائد ديال الألويفيرا بطبيعة الحال في البداية. فملي كنتكلمو على الألويفيرا واحد النبتة اللي عندها فوائد عدة بشكل داخلي وخارجي، وبطبيعة الحال فوريفر ما عندهاش غير الألويفيرا، عندها مكملات أخرى اللي كتكلم عليها مدام، منها خلية النحل. بطبيعة الحال خلية النحل لها عدة فوائد على الصحة ديالنا، كنعرفوا الحمد لله يعني المزارع ديال فوريفر ديال الشركة، المزارع ديال الألويفيرا الحمد لله يعني كتخرج منها منتوج نحلي. طبعا الحال النحل هو اللي كيقوم بهذه المساله هذه، ولكن الشركه كتوفر لنا احسن المنتوجات اللي هي يعني كاينه في السوق، الحمد لله كاينه جوده عاليه، سواء في البيبولان او اللقاح كلشي كيعرفهم غنيين معادن وفيتامينات، كذلك بالنسبه لاجولي رويال طبعا الحال حتى هو مهم بزاف تكلم عليه مدام، وطبعا الحال البروبوليس اللي كلشي كان كيتكلم عليه خلال هذا الوباء العالمي، وكنعرفوا الطلب الكبير اللي كان عليه. دونك هذه خليه النحل عده فوائد، عندها فوائد كثيره على الصحه ديالنا، سواء كرياضيين، سواء كناس اللي محتاجين يوازنوا الصحه ديالهم، سواء بخصوص البشره بالنسبه للناس كاملين النساء والرجال. كذلك يمكن نعطيو هذا المنتج حتى لوليداتنا باش يكتسبوا مناعه جيده ويكونوا بصحه جيده، هذا هو الهدف يعني ديال الشركه من الاساس.
الوغ غنشوفوا مدام نديره رجعت نعطيوها الميكرو. مدام نديره مرحبا. مدام نديره ما كنسمعوكش، اذا كان ممكن انك تاكتيفي الميكرو عندك. سي بون دونك مدام انا نبارطاجي ان شاء الله. اوكي تفضلي غير نبارطاجي الديابو ان شاء الله من عندي وكملي لنا الشرح ديالك والتقديم ديالك. مرحبا استاذ. مرحبا. تفضلي مدام الى ما نبارطاجي ان شاء الله معك ديابو. تفضلي. نهضروا على لو دايلي. كنا خلينا في لو دايلي او انا غادي ندير مرحبا. ماشي مشكله مدام انا لو بارطاج صالا بارطاجي الديابو سي بون دونك كنشوف الامور مزيانه عندك بارك الله عليك. مرحبا. شكرا لك. تسمعني مرحبا استاذ. طبعا الحاله ديال الشبكه دابا راه الضغط كيكون في هذه الفتره يعني بالاخص في هذا الوقت كتكون الذروه ديال الناس كيدخلوا يخدموا وكيدخلوا يتواصلوا مع بعضهم فشكرا لك على المجهودات مدام نديره وتفضلي معنا. مرحبا. كي تنشوفوا هذا المنتج دايلي اللي كنصح به الناس بزاف مهم بزاف فيه 100 الان معادن اساسيه فيه 12 فيتامينات وفيه 20 ديال مستخلص الفواكه والخضر فهذا غني بزاف وكيمددنا بعناصر غذائيه متوازنه كيف قلت لكم كاين الناس اللي ما تياخذوش بعد المنتجات ما كيوصلوهمش كاين بعض الخضره اللي كتكون مهمه بزاف وحنايا كنقدو ناخذهم في هذا المنتج هذا كنعطيهم حتى الوليدات ديالنا الناس اللي باغيين يتهلاو في راسهم ويتهلاو في صحتهم مضاد الاكسده كيحافظ على الخلايا من التلف وكيقدر يحارب لنا الجذور الحره كنعرفوا الجذور الحره اللي كتكون واحد الهرمونات زائده عندنا في الجسم ديالنا كتقدر تكون مسرطنه هي اللي كتقدر تضر لينا لان مادام كتعيش هي بالاكسجين فاحنا دائما كنصحوا بالناس يحاولوا يتنفسوا الاكسجين مزيان لان العضو اللي ما توصلش الاكسجين بزاف تتكون فيه عايشه ونشطه بزاف هاد الجذور الحره اللي كتكون مسرطنه وكتقدر تاثر لنا بزاف على امتصاص المعادن اللي عندنا. عندنا كذلك لوكيدز هذا رائع بزاف ما تيخطانيش في الدار لوليداتي اكيد غني كالسيوم مانيزيوم فملي كنهضروا على الكالسيوم كنعرفوا ان الكالسيوم ضروري للجسم ديالنا تنهضروا على المانيزيوم مهم باش كيعطينا الدراري هادئين فكاين الوليدات دابا اللي كتكون فيهم الحركه بزاف الحركيه بزاف فكنعطيهم لوكيدز تيهدئهم ما تيبقاش عندهم الحركه بزاف لان الحركه بزاف ما تخليش يركز ما تخليش حتى الوالدين ديالو ما تيركزوش معاه وكاين الزنك فالزنك مهم بزاف وبزاف ديال الفيتامين عائله البي من ا حتى لدوز ما شاء الله يعني غني بزاف هاد لوكيدز وعندنا نهضروا هنا مع الناس اللي عندهم المشاكل ديال بروستات الرجال فعندنا فيتوليزمان هذا اللي شفت فوريفر عطاتو طادو للرجال لان كتنعرفوا كاين الناس اللي عندهم امراض الرحم المبتدي فهناك رجال اللي كيتهدوا دائما البروستات ولي كونسير اللي كيكون عندهم بزاف ملي كيديروا داك العمل ديك التحليله ديال بي اس ا كتكون طالعه اكثر من 5 في المعدل فكيكون مهدد بالبروستات قدرت تكون حميده ولكن مع الوقت قدرت تكون مرض سرطاني فكنشوفوا هذا الفيتوليز مان اللي فيه تبارك الله النبته الفالميتو اكيد مضادات الاكسده لفيتامين سي ودي والاول بي 6 مضادات الاكسده اللي كتحارب الخلايا السرطانيه عندنا السيلينيوم اللي كياكتيفي لا سيركيلاسيون الشيء اللي تيخلي الرجال عندهم الرغبه والانتصاب فمهم بزاف وتيحاول يخدم لنا الهرمون ديال التستروتين ديال الرجال مهم بزاف
والكريستين البصل والليكوين ديال الطماطم، مستخلص قشر رمان، زيت بذور اليقطين اللي رائع بزاف، اللي فيه مضاد اللي هو مضاد حيوي، وزيوت وزيت الزيتون الحره الفيرج. فاحنا كنعرفوا هاد الفيتاليزمان مهم بزاف للرجال كي كنقولوا في القدره الجنسيه، والناس اللي ما تيولدوش حتى هما كاين الرجال اللي ما تصدرش الحيوانات المنويه توصل للرحم المراه تيكونوا باردين ولا كيموتوا في الطريق، فهذا كيحسن هذيك الوضعيه وتيقدر يوصلها بطريقه ناجحه. عندنا كذلك فيتاليز وومن، فكيف ما فوغيفر تهلات في الرجال تهلات حتى في النساء، لان كنعرفوا عندنا مشاكل كثيره، المراه مهدده بالرحم، مهدده بالكونسير ديال الثدي، فهاد فيتاليز وومن فيه كالسيوم، عديد ديال الحديد، مجموعه ديال الفيتامينات البي، فيتامين سي اللي كنسمعوا الفيتامين سي كنعرفوا مضاد الاكسده، المغنيسيوم لانه تيهدد من روع لو ستريس والقلق، والتوت البري والتوت الشيرة وزهره العاطفه ومسحوق التفاح. فهاد الفيتاليز ومن رائع بزاف، هو تيحمي المراه من المشاكل كتكون عندها في الطمط، المشاكل الدوره الدمويه، وحتى المشكل المبيض، فهو تيحاول يعوض المراه حتى داك المبيض، كي المراه اللي ما كتولد شيء فهي كيكون عندها البيض متفرق، فهو تيحاول ينشط داك المبيض ويحاول ينشط جنسيا النساء، وكيساهم في تاخير الدوره، تاخير سن الياء. ما دابا نكونوا استفدتوا معنا في هاد لي برودوي اللي دازو، دابا غندخلوا لواحد منتجات اخرى اللي هي مفاصل الدوره الدمويه، واللي غنقدوا ناخذوا واحد تيمونياج ديال مدام رحمه. تفضل سياسي. شكرا لك مدام نادره، مع السلامه رحمه، ان شاء الله في التجربه ديالها. يعني كان عندها تبارك الله يعني مشاكل في الصحه من هذا المشكل اللي سمنت عليه المفاصل. مدام رحمه ممكن تاكتيفي الصوت من عندك، انا عطيتك الميكرو، تفضلي معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. كتسمعوني مزيان؟ مزيان. بارك الله فيك. تنشكر اول مره كنشكر يعني الناس اللي استدعوني باش نتقاسم مع هذا الحضور الكريم التجربه ديالي. تجربتي كانت يعني كانت في 2000 وفي 2013، يعني 2013 لقيت مع هاد المنتوجات كما قالت هاد الأخت هادي اللي قدمت لنا يعني هاد التوضيح، يعني شي حوايج تقدم لي واحد الخير كبير، وهو اللي فكني من بزاف بزاف ديال المشاكل اللي كنت كنعاني منهم. من بين هاد المشاكل كان عندي مشكل ديال السياتيك اللي عانيت منه واحد المدة، يعني واحد المدة طويلة، ودرت يعني ودرت كاع جميع اي حاجه يعني كطيح على بالكم، يعني حاولت نقلب على اي حاجه تنسمعها ولا اي حاجه تيقولوا لي يعني الناس اللي جربوا قبل مني، يعني كنجربها ولكن ما كانوش نتائج، وكانت معاناه كبيره اللي دامت 7 سنين، يعني 7 سنين وانا الحريق، ما كاينش النعاس، ما كاينش الحركه، ما كاينش يعني كاع داكشي يعني الناس اللي كيسمتعوا به الناس بحياه اليوميه ديالهم، ما بقيتش كنقدر انا نديرو، ولو غير نوقف في الكوزينه ديالي، يعني صعب عليا الحال. زياده على المشكل ديال السياتيك، يعني كانوا مشاكل ديال التهاب ديال المفاصل ديالي، يعني جميع المفاصل ديالي كانوا ملتهبين، يعني ملي كيكون هذا الشيء هذا كيتلاقاو يعني السياتيك، الالم ديال السياتيك مع التهاب مفاصل، يعني تيكون معاناة كبيرة ماشي سهلة، والناس اللي عندهم هاد المشاكل غيحسوا بهاد الألم اللي كنت كنحس به قبل. زيادة على هاد المشاكل هادو، يعني الإنسان اللي تيكون تياخذ قوة الدوايات كي راه نتوما عارفين شنو كيترتب عليها. جاني مشكل ديال الجهاز الهضمي، المعدة مشات، المصاران، يعني ولات معاناة أخرى، وليت كنقلب هنا وكنقلب هنا. الحمد لله الله سبحانه وتعالى ملي كيبغي يعني يفك الإنسان من شي مشكل كيجيب ليه كما تنقول
كنقولوا كيصيفط ليه شي كيصيفط ليه الحل، وهذا هو اللي وقع معايا الحمد لله. تنشكر بزاف يعني السيد اللي وصل لي هذا الخير هذا، مشكور جزيل الشكر. داكشي اللي كنت كنقلب عليه يعني ديك كما قلت لكم يعني 7 سنين لقيته في المده ديال 15 يوم، يعني خديت المنتوجات ديال فوريفر الحمد لله ولقيت عليها راحتي المده ديال يعني ابتداء من النهار الثالث وليت كنحس بالراحه ديالي، بديت كنتحرك وبديت كان يعني كنخرج كنوقف في الكوزينه يعني شي حويجات اللي ما كنتش كنديرهم، وكانت واحد الفرحه كبيره الحمد لله. والنهار ملي كملت يعني الاستعمال ديال 15 يوم لقيت راسي انني وليت انسانه عاديه، وليت كنتحرك، وليت كان يعني كنقضي الحوايج ديالي عادي بحال اي بحال اي بحال بحال الناس كاملين الحمد لله. صراحه هاد كما قالت الاخت يعني هذا خير كبير خير كبير، واللي عنده الزر هو اللي غيتلاقى به الحمد لله. الناس اللي عندهم الزر وبغاهم الله سبحانه وتعالى هو اللي يعني يرشدهم لهذه الطريقه هذه. وكانت فرحه كبيره يعني ملي لقيت الراحه ديالي. وكما قلت لكم يعني من 2013 وانا مع هاد المنتوجات ارتاحيت من ديك يعني قوه الدوايا، تقلب هنا قلب هنا اللهم لك الحمد، وتنستعملوا انا والعائله ديالي وليداتي يعني كاع الناس اللي كنعرفهم ولاو تيشوفوني يعني كيشوفوني وليت مرتاحه. هذا حتى هما كيقلبوا على هذا الشيء اللي وصلني انا لهاد الراحه. والحمد لله على فوغيفاغ صراحه المنتوجات لا يعلى عليها تبارك الله، كتعطي نتائج هائله وهائله بزاف. وكان زعما هاد الفرحه هذه ما كرهش اي واحد يكون عنده تا هو معاناه يوصل لهاد الراحه هذه. وتبارك الله عليكم، وكنشكر يعني جزيل الشكر الناس اللي استعاوني باش نتقاسم التجربه ديالي، حيت كاين الناس اللي كيعانيوا بحالي، كاين الناس اللي كيعانيوا اكثر مني، يعني هاد التجربه غادي تنفع بزاف الناس ان شاء الله. وتبارك الله عليكم وشكرا بزاف وهذا الشيء. شكرا لك مدام رحمه، شكرا على التقاسم التجربه ديالك الحمد لله، يعني كانت تجربه عسيره واليوم تكتسي بإحسان جيد. شكرا لك، غادي نكملوا ان شاء الله العرض ديالنا الحمد لله. ما بقاش فيه كثير مع مدام نظيره. تبارك الله عليك اختي، كنتي كتعاني من السياتيك، اذا كنهضروا على الالم ديال المفاصل وهاد المشاكل اللي كانت مع هاد الفريدوم اللي عطاتو لنا اوت فوريفر. شفت الخير لينا ان هذا باش كنا حريه نتحركوا بحريه، فهو كيحارب على ما السن، تقدم في السن، التهاب المفاصل والتمزق ديالها، وهذا كيعطينا واحد 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 العاده بشكل طبيعي اننا تولي عندنا ديلاتاسيون في العظام ديالنا. فاحنا كنعرفوا العظام انها عندها الليونه، عظامه ماشي قاسحه، ماشي ما كت لان ما فيها الليونه، فهو تكتسب ديك الليونه فيه الكبريت العضوي، فيه اكثر من 80% ديال الالوفيرا، وفيه الكبريت العضوي. وهذا الكبريت العضوي اللي كنأكد عليه اللي مهم بزاف، اللي كيمشي ديريكت للكبده واللي تيكوموندي في الكولاجين وفي العظام وفي السلاسه ديالها، فهو كيحافظ على صحه الانسجه والعضلات لسهوله الحركه. وتبارك الله رائع هذا الفريدوم، حتى انا جربته كيف ما هضرات عليه الاخت اللي دارت دابا. عندنا لوموف اللي هو واحد اللي تيقوي الغضاريف اللي كتواجد في المفاصل، ففيه الكركم، فيه زيت جوز الهند، فيه الغشاء قشر البيضه داك الرهيف، فيه زيت الصويا، فيه جيلاتين ديال السمك وما ادراك ما جيلاتين السمك، وفيه مستخلص الخروب. فهذا واحد عظيم بزاف، فهذا تيكون داك الكولاجين اللي تيكون في الغضروف. نورمالمون راه كاين ناس كيديروا عمليات انهم تيديروا كولاجين اصطناعي يعني كيماوي، لكن حنا تقدر الجسم ديالنا نعطيه فرصة أنه تعود يجدد الخلايا ويعود يكون لنا بطريقة طبيعية مرة أخرى، ويقوي لنا العضلات وتتخلص لنا من التمزق اللي كيكون فيها. عندنا لارتيكسي وما أدراك ما لارتيكسي، ففيه زيت الحمض، زيت الزيوت، لارتيكسي نضحك لأنه هذا هو لو كود كور ديالي. هذا نهضروا دابا على المفاصل، ولكن أنا صايمة في بوكو دو شوز. أنا تبارك الله ديلاتاليا
الملايين. انا كانت عندي قلب انهارت اوبراسيون القلب وكان عندي فالف نظيرات ولاغتيك سيس تربحي الفالف ديالي وغناني اللي نعاود عليا. فهذا الشيء كنهضر بواحد الحماس على لاغتيك سي رائع بزاف، فيه زيت سمك القدوم وفيه زيت الانشوجه، زيت الانشوجه داك الحوت الصغير سلامو اللي كيكون في البحار البارده، زيت الكالامار، زيت الزيتون، زيت الحام. انتم كي تشوفوا كل شيء طبيعي وفيه هذا لي زوميغا 3 و 4 3 و 9. والاهم انه تيلعب لنا على الدماغ ديالنا وكيعطينا واحد الفيتامين اللي كيكون نقص التركيز عند الاطفال، الناس اللي عندهم الزهايمر، الناس اللي عندهم الخرف ديال الشيخوخه. مهم بزاف لا فيتامين سي، فكنحاربوا به القلب ونحاربوا بكنصفوا به الكبد وتنحاولوا نديروا معاه الذاكره وتنحاولوا نعطيوه العظام ديالنا. فهذا روعه روعه بزاف، هذا ما شاء الله عليه، يعني شي حاجه اللي واع بصراحه. الارتيك سي شي حاجه ما نتذكروش عليها، انت نوصلوا كنولي واحده اخرى. فعندنا الكالسيوم، فالكالسيوم حنا دائما شحال واحد يقول لك عندي شط العظام ولا عندي مونك الكالسيوم ولا عندي فيتامين دي ناقص. فحنا عندنا الكالسيوم اكيد بواحد 4 العناصر اللي هو الزنك والمغنيسيوم والمنغنيسيوم ولا فيتامين سي والدي والصوديوم، باش يحاول داك الكالسيوم يتثبت لنا في العظام. حنا ما خصناش حتى نمرضوا لك نشاط العظام عاد نديروا الكالسيوم. الكالسيوم في القلب، في الكبده، في الدم، في العظام، في البشره، في الشعر، كلنا خاصنا كالسيوم. اذا استهلاك ديال الكالسيوم راه ضروري، ماشي حتى تقعدنا هشا ولا يضرونا المفاصل ديالنا، لان الكالسيوم مع لا فيتامين سي مع المغنيسيوم والمنغنيسيوم ضروري خصهم يكونوا. عندنا تيرموجين واحد الكريم اللي تبارك الله تنديروه فيه زيت بالشماش وزيت جوجوبا زيت السمسم، فيه غادي بلا الوبيرا وفيه كثير فيه النعناع، فهو دفليو فيه ماده اللي طبيعيه مبنجه هادئه. فتيكون شي وجع ولا شي التواء ولا شي حريق كديرو، فسبحان الله العظيم كيعطيك الراحه بزاف. ولكن تنقدو نحاولوا نعطيوه قبل كنعطيو الام اس ان معاه اللي هو غادي نهضروا عليه دابا، هو كيديروا عنده الناس صحاب الرياضه كيديروا به لي ماساج. وتنحاول الناس عندهم الدواء اللي حتى هما تياكتيفي لهم لا سيركيلاسيون، ولكن تنديروا قبل منه هذا الام اس ان، لهذا الام اس ان لان فيه الكبريت العضوي. فهذا الام اس ان هو اللي كيحاول يساعدنا على المساج اللي كنديروا، فهذا كيحل لنا المسام لينا الجسم. عاد نقدروا نبقيه داك الهرموجين بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من المشاكل ديال الاكسجين ما توصلش لنا للكوع ديالنا ولا العضلات ديالنا، كيسكن لنا الالم. عندنا هنا لو جينغو، هنا ما نوصل لو جينغو غناخذوا التيمونياج ديال واحد السيده مدام حنان. يمكن لك تعطينا التيمونياج ديالك مدام حنان؟ سياسي ناخذ التيمونيج مدام حنان. طبعا حنان اكتيفي الصوت، اكتيفي الصوت من عندها وتفضل. مرحبا بك مدام حنان. السلام عليكم. معكم السلام. معكم مدام حنان من مدينه فشاوين. انا كانت عندي مشاكل في الصحه ديالي اللي هي كانوا عندي مشاكل القواط، كانوا عندي القواط مأثرين عليا لدرجة كنت مش ندير عليهم عملية موجدة باش ندير لهم عملية. وكان عندي داك القواط كانوا كيعطوني مشاكل في الحرق في الركابي ديالي، في كتافي، كانوا كيديروا الأعصاب بحال الشفاري كيضربوا لي في صدري، كنت كنتخنق. كانوا مؤثرين عليا بزاف. لهذا بالنسبه للراحه اليوميه اللي هو الباك بيانيت مع هاد المعاناه ديال المشاكل الصحيه اللي كانت عندي، الحمد لله ملي خديت هاد المنتجات هادو حلوا لي بزاف ديال المشاكل الصحيه، منهم لي غاز في مصران، منهم الاعصاب، منهم حرق في الركابي، منهم داك الاختناق اللي كان عندي، منهم هذيك الغده كانت عندي فيها جوج سنتيم. الحمد لله ما بقاتش،
وتحلوا بزاف ديال المشاكل اللي كانوا عندي. منهم الكرش كانت عندي كبيره، هاد باك بيانيت اللي هو عطاني واحد حاجه اللي هي زوينه اللي هي الصحه. بديت كنحس براسي خفيفه، ما بقاش هذاك الالم اللي كان عندي في ركابيه، ما بقاش عندي الالم اللي كان عندي في كتافي. بالنسبه للاختناق ما بقاش، من بالنسبه للليغاز اللي كان عندي في المصران ما بقاش. مهم وداك بالنسبه للاعصاب كنت كنتعصب على اي حاجه، كنت كنبغي كنتعصب. الحمد لله بالنسبه لهذا باك بيانيتر عطاني واحد القوه، واحد الراحه ما نقولكمش عليها. والحمد لله دابا ملي استعملت هاد المنتجات دابا ليا 7 سنين هادي وانا كناخذهم، كناخذ هاد المكملات الغذائيه ديال فوريفر. الحمد لله الصحه ديالي بصحه جيده الحمد لله. دائما الحاجه ديالنا ما كتقواش من شي حاجه اللي هي سميتها الويفيرا اللي هي قدامي. الحمد لله هما منتجات اللي رائعين رائعين بزاف، وكنشكركم. تبارك الله عليك، شكرا بزاف. تبارك الله عليك مدام حنان، شكرا على التيمونياج ديالك، شكرا انك شاركتينا التجربه ديالك، مهمه بزاف. فاحنا كي تنعرفوا منتجات الالوفيرا تبارك الله عندها واحد الدور كبير في الجسم ديالنا، واخا تنكونوا مرض بمساعده الدواء ديال الطبيب كنديروا الدواء ديال الطبيب، انما هي كتحسن لنا نوصلوا النتيجة مزيانه. فهنا معنا المنتج ديال لوجينكو اللي تيعطينا تيحاول يساعدنا تيساعد لنا في الذاكره ديالنا دوزمر، يقاد لنا لا طونسيون ديال الاذن. الناس اللي كتجيهم الدوخه عندهم طنين الاذن، الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه واضطرابات، فلوجينكو رائع، واحد النبته اللي كاينه اسيويه نظرا للوقت بلاش نكثروا عليها، ولكن خصها حتى هي نهار ديال الهضره، لان كتدفق الاكسجين في الدم. وكي تنقول لكم العضو اللي ما كيوصلش الاكسجين تيكون مهدد بخلايا سرطانيه كتكون كتعيش فيه. فعندنا لوجينكو احنا هضرنا عليه كيحسن حتى العين والقرنيه، وكيقوي حاسه البصر، تيحاول دوك الدموع اللي ما تيخرجوش حتى هو تيحاول يعالج لنا المشاكل اللي عندنا في العينين. فمهم بزاف لوجينكا راها معروفه. عندنا الانفيزيون اللي هو اتاي ديال الشاي ديال فوريفر اللي غني تبارك الله بحبه الهيل، غني بواحد المنتجات رائعه، القرفال، قرنفل، زنجبيل، وازهار للويفيرا، ازهار للويفيرا شي حاجه روعه بزاف. فهذا كيعطينا الحراره في الجسم ديالنا، ما كتكل كاين الناس كتقعدهم البروده يعني الدوره الدمويه ما كدورش مزيان، تيحيدنا القلق وفيه تيحيدنا القلق وتيعطينا الشعور بالراحه، وفيه ماده الكافيين اللي كتساعدنا اننا نعسو ونرتاحوا مزيان. وخصوصا ان كنديروا كيهبط حتى لي غاز، يحيد حتى لي غاز من المعده. ونعاودوا نهضروا على لارجين بلس تبارك الله، لواحد المنتج اللي غني بزاف، كيقوينا الايض، كيقوينا المناعه، تيعطينا واحد، تيحرضنا الكوليسترول، القلب تيدفق الشرايين. ملي كنسمعوا تدفق الشرايين بالدم تيساعد الاوعيه باش تفتح. اذا تنهضروا على الضغط، كنهضروا على السكر، تنهضروا على شحال من حاجه كتريقل فيه، فهو 51% ديال الارجينين، ماده الارجينين قلبوا عليها في اليوتيوب مهمه بزاف، مستخلص رمان ومستخلص البلسان وكثير كثير من الاعشاب. وهذا مهم بزاف كيديروا الناس الرياضيين، الناس اللي كيحاولوا يحافظوا على روحهم، الناس اللي كيبغيو الحركه تكون عندهم، لان مادام حنا كنديروا الرياضه، مادام حنا كنتحركوا، والا الجسم ديالنا كيتعامل معنا على اساس كيحاول ياخذ لي زهرمون وياخذ الخلايا الميته كيحيدها وتعطينا الجديده. لهذا ضروري نعطيو هاد لارجينين بلس باش الناس اللي كيبغيو يحافظوا على لي ميسكل ديالهم، والناس اللي كيديروا الحركه الزايده وتبارك الله تيحاول يعطينا واحد الكميه من الانسجه الدهنيه وبروتين طبيعي. تبارك الله عليكم. كنظن سالينا السياسي، كنظن سالينا العرض، وما سخيناش بكم، واكيد
عطيناكم واحد نبذه على شي شويه من المنتجات ديالنا. فعندنا الكثير وعندنا دي باك اخرين اللي يمكن نهضروا عليهم، وما علينا الا الانسان انه يجرب ونتهلاو فرصهم، نتهلاو فرصنا، ربي عطانا الصحه ديالنا نتهلاو فيها. تبارك الله عليكم، الكلمه ليك سياسي. شكرا لك مدام نديره، شكرا على طبيعه الحال العطاء ديالك اليوم. شاركتي معنا مجموعه الامور اللي هي مهمه في الصحه ديالنا، شاركتي معنا معلومات اللي كيخص المنتوجات باش نبنيو الصحه ديالنا كيفاش نتهلاو فيها. فقط التذكير ان المنتوجات ديال فوريفر هي مكملات غذائيه كتستعمل في الاطار يعني التوازن الصحي، في اطار الراحه اليوميه، في اطار اننا نستعملوها لكنا رياضيين او لكنا في العمل ديالنا محتاجين منتوجات باش نبقاو بصحه جيده، ما نعياوش، نخرجوا من الستريس. فهذا عندها فوائد كبيره. كذلك تكلمت على منتوجات الاطفال، فاي واحد ممكن يستعمل المنتوج سواء كان عنده مشاكل او اي شخص بصحه جيده. فقط بعض الاحيان يمكن نحتاجوا استشاره طبيه، ماشي مشكل، باش نتعرفوا يعني شنو الاحتياجات ديالنا ديال الجسم، هذا امر عادي. فكنشكرك بزاف مدام نديره. المنتوجات ديال فوريفر كمكملات غذائيه ما كتعوضش الدواء ديال الناس اللي عنده شي دواء يحافظ عليه ويستعمل مع المكملات الغذائيه، غتعاونو بزاف. بطبيعه الحال كنا استمتعنا يعني واستمتعنا كذلك بالعرض ديالك انا نديره. كنشكرك بزاف على الوقت اللي عطيتينا، كنشكر الحضور الكريم الحضور ديالهم معنا، نتمنى يكونوا استفدوا ان شاء الله. المنتوجات تقدر تعاونهم هما وليداتهم في الصحه ديالهم. الحمد لله انا شخصيا كنستعمل هذه المنتوجات 6 سنوات انا والاهل ديالي والوالدين ديالي، يعني ينفعونا بزاف بزاف. فكنتمنى حتى انتم ان شاء الله تستمتعوا بهم. تحيه لكم، السلام عليكم في اللقاء المقبل ان شاء الله. مرحبا. ما ننساش نشكر كاع الناس اللي تقدموا التجربه ديالهم، طبعا الحال استفدوا منهم الناس، حتى هما تحيه لهم بزاف بزاف. تمام.